السعودية مع حلول الصيف ودخول الجالية المغربية المقيمة بالخارج إقبال كبير على شاطئ بحر السعودية السياحية الجوهرة الزرقاء. السعيدية إقبال للاستجمام صيفا في ظل ارتفاع الأسعار وتذمر المصطافين. تعتبر مدينة السعيدية المطلة على البحر الأبيض المتوسط التابعة ترابيا لإقليم بركان إحدى القبلات المفضلة لدى المصطافين وطنيا وكذا مغاربة العالم خلال فترة الصيف، لما تتوفر بها من شاطئ يمتد لحوالي 14 كيلومتر وبرمالها الذهبية وتواجد مرافق من مقاهي ومطاعم ومخيمات وغطاء غابوي على جانبتها. كما يتميز منتجع السعيدية بإنشاء المحطة السياحية على مساحة 712 هكتار ومارينا بأكثر من 850 حلقة وملعبين للغولف، 18 حفرة، حديقة بحرية، مركز تجاري، مطاعم، فنادق وشقق فاخرة. وتتميز الفنادق الخمسة للمحطة بانفتاحها على كورنيش بمسافة 6 كيلومترات بقدرة إيوائية تناهز 4300 سرير. كل هذه المؤهلات تصطدم بارتفاع الأسعار خلال فترة الصيف، سواء بالنسبة للمنازل المعدة للكراء أو ما يتم تقديمه من خدمات داخل المقاهي والمطاعم. وحسب تصريح لنزيه همشيش وسيطة عقارية، فسبب ارتفاع كراء المنازل هو نتيجة لتواجد وسطاء غير قانونيين يشتغلون في هذا المجال، يأخذون مقابلا نظير الخدمة، مما تجعل السوم الكرائية ترتفع من 50 إلى 200 درهما عن قيمتها المعتادة. وأضافت كذلك أن هذه السنة بسبب ندرة التساقطات المطرية نعيش أزمة للانقطاعات اليومية بالتزود بالماء الصالح للشرب، مما خلق لنا نوعا من الارتباك في التعامل مع الزبناء وكذا لساكنة المدينة المقدرة ب 18 ألف نسمة. ولهذا شهد شاطئ مدينة السعيدية صباح يومه الجمعة 15 يوليوز الجاري مراسيم رفع علامة اللواء الأزرق التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة سمو الملك الأمير لالة حسناء وكذا المؤسسة الدولية للتربية البيئية. ورغم كل المجهودات تبقى مدينة السعيدية تعيش فترة الصيف بالإقبال الكثيف وتعيش باقي الفصول في انخفاض ملحوظ في ظل سياحة موسمية. قبل الخروج لا تنسى لايك والاشتراك ليصلك كل جديد.